نتحدث في الآية 36 37 لحد 39 من سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. قبل هيك هو إذا بتدققوا في المصحف هاي الآية 36 من سورة المعارج نجد فمال الأصل مثلا إنه نجد اللام ملتحقة بالكلمة اللي بعدها فما للذين فما تساؤل لأنه للذين لكن هون بنجد مكتوبة فمال الذين ورد في القرآن كمان مثلها في مثل قول الله سبحانه وتعالى بدون ما فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لاحظوا ما احنا بنكتبها بهذا الشكل ما لهذا لا هي مكتوبة في المصحف مال هذا ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. برضو مكتوبة حرف الجر اللام مع فما أو ما يبدو ثنتين فما وثنتين ما. هذا طبعا من أسرار كتابة المصحف لأنه المصحف بشكل عام في أدلة كثيرة على أنه رسم المصحف توقيفي يعني وحيا يعني بتدخل الرسول الأمي. كم بعض الناس بيسأل أمي وكيف بيعرف يعني يتدخل؟ ليش لو جبت أمي هون بجنبي وجعلته يملي عليكم نص أكله كلهم هيك وكلهم هيك بيقدر ولا بيقدرش الأمي؟ فإذا جبريل بيقول له بيقولش الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تصوروا لما يكون رسول مؤيد بالوحي كمان. وهذا استفدنا منه في مركز نون لأنه عندنا الآن في صفحة مركز نون لأنه في عندنا إسلام نون اللي مكتوبة كلمة واحدة هذه صفحة المركز وفي إسلام نون الكلمتين في اليوتيوب اللي هو الدرس هذا تمام. في الصفحة في عندنا إحصاء على اليسار هيك أول ما تفتح الصفحة وأخيرا يعني أخيرا إيش تم رصد عدد الحروف والكلمات. طب ليش وأخيرا ليش وأخيرا؟ لأنه هو أصلا يا ما فيه حسابات وكم تجد هذا يقول العدد الكلمات كذا عدد الحروف كذا عدد وبعدين بدنا هذا النص اللي بين ايدين الناس اللي منتشر في العالم الاسلامي ندقق. دققنا بطرق يعني مشان ما نخطئش في حرف او كلمة طيب لكن واجهنا موجود احصائيات الان في صفحة مركز نون كل سورة عدد الحروف عدد الكلمات عدد الحروف عدد الكلمات وفي النهاية رصد موجود للي بيحب إذا بدك تعرف عدد كلمات وطبعا رقم السورة تمام. كل هذا موجود الآن في قوائم في صفحة مركز نون تحت عنوان وأخيرا يعني ضبط. اللي بأكد على فكرة إنه الإحصائيات دقيقة في عدد الحروف وعدد الكلمات التطبيقات اللي أجت في موضوع العدد القرآني موضوع ما يسمى نسميه بالإعجاز العددي لأنه هالنتائج كلها منبنية على الإحصائيات هاي تمام.
طيب، لكن احيانا انت ممكن يستشكل عليك، وهذا استشكل علينا فعلا في لحظة الإحصاء، انه مثلا ما لك هذه ممكن تكون نفي، ممكن تكون سؤال. مثلا ما لك، هذه ايش؟ نفي. هاي فيش اشكال انها كلمتين، ما لك. طب وبلكي سؤال، ما لك، ما لكم، كلمة ولا كلمتين انت بتحار فيها. فأجت هذه المواقع في القرآن اللي هي مال، كاتبها هيك، مال هذا الرسول. هيها مال كلمة، معناته لو أضفنا لها الكاف، طالما سؤال أضفنا لها الكاف مش رح يفرق. مال، مالك، مالكم كسؤال. فخلصنا بنتيجة انه إذا كانت سؤال بتكون كلمة واحدة، مالك، مالكم إلى آخره، اعتمادا على هذه الآيات. مال هذا الرسول، مال هذا الرسول، مال هذا الكتاب، مال هذا الكتاب. وبالتالي ضبطنا عدد الكلمات 77,407 في القرآن، وعدد الحروف انضبط أيضا. المهم، هذه أول قضية، أنه لفتنا الانتباه لطريقة الكتابة في الآية 36 من سورة. فما للذين كفروا قبلك، قبل مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، في مواجهة مين؟ قبلك، مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. نشوف مهطعين، ايش هو الاهطاع وهطعة؟ طبعا اذا بتلاحظوا لا تستخدم، نادر ما يستخدموها بشر من العرب، قصدي اللي هو احنا، لا بنستخدمها في الدارجة ولا بنستخدمها في الكتابات، ولا الادباء بيستخدموها حتى. هطعة، يهطع، بشك. مهطعين، ايش هو المهطع؟ بعضهم قال، وكثير منهم بيقول المسرع، يعني مسرع في اتجاه، ويبدو مش هذا الصحيح في قضية المهطعين. وإنما لاحظوا كيف المهطع بركز بصره على شيء، لاحظوا بركز بصره، شوفها، لا بروح هيك ولا هيك، وين؟ هون. وغالبا في لغة الجسد هذا اللي بركز بصره، خصوصا إذا متحير أو مدهش أو كذا ومركز، غالبا بمد ايش؟ بمد ركبته. فصار المهطع هذا اللي مركز في نظره على محل بعينه، بس هون، لا هيك ولا هيك، ومقبل. هاي لغة الجسد، هذه مرات المندهش بيشتغلها مثلا، والمتحير كن عمل صافن في الموضوع، شو هذا؟ طب ومادة ركبتك ليش؟ فصار المهطع، طب ضروري يطلع مثلا تحت او امام او فوق؟ لا، كله مهطع، سواء كان ممكن يندهش من اشي فوق ويمد ركبته وتحير، تمام، يركز، او هيك او تحت. اذا بغض النظر عن الجهة، هذا المهطع بغض النظر عن الجهة. طبعا وردت اكثر من مرة في القرآن، ها، او مهطعين الى الداع، مهطعين الى الداع معناته بدعوهم هم ايش؟ بقول لك مسرعين له. هي القضية مش قضية الاسراع، قضية بوجهوا ابصارهم ما بيحولوهاش، بمدوا ارقابهم، معناته في حيرة، دهشة، امور من هذا القبيل، انبهار. هذا ايش؟ مهطعين. اذا فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ شو هذا ما كناش على فكره احنا بنعرفها، انه كاينين المشركين يجوا يكونوا ينظروا للرسول ومادين كلهم اعناقهم حول الرسول عن اليمين وعن الشمال، يجتمعوا لما يشوفوه يقبلوا. وين كل التركيز؟
وين كل التركيز؟ على الرسول. مدين أعناقهم كلهم، شو بده يتكلم، شو بده كذا الأخري. المشركين معلوم كافرين يعني، فما الذين كفروا، شو قصتهم هذولا؟ فما الذين كفروا قبلك مهطعين. وما مش يعني إنهم بسرعوا لما بشوفوا الرسول بسرعوا، لا، هم بيجوا وبتجدهم صافنين فيه، مركزين، بلاحظوا كل حركاته، مدين أعناقهم، شوفوا الصورة. ما هو كان يحضر أحيانا صلى الله عليه وسلم مثلا في الكعبة، والمشركين ما هم كانوا في لهم أصنامهم في الكعبة وغيرها، لما بيشوفوه كلهم بيش، كلهم بيجوا، طيب نشوف هاي مهطعين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال، شوف هذول ها عزين، نشوف أول شيء عزين. حلقات العزو، العزو فيه انتساب، ومرات كنت تجدوا هذا النص منعزيه لهذا الكتاب. شو يعني منعزيه؟ ننسبه. منعزيه هذا البيت الشعر، منعزيه لقائله، ننسبه. إذن هو نوع من النسبة، بس مش نسبة كاملة، لأنه مرات النسبة فيها تماثل، أحيانا النسبة فيها التقاء بصفات، لكن هذا مجرد انتساب يعني، وتقرب، انتساب وتقرب. أيوة العزوة منها هاي. ليش؟ لأنه غالبا عزو تكمين، اللي أنت تنتسب إلهم، اللي أنت تنتسب وتتقرب إلهم وبتقربوا إليك، عزوتك، عزوة. على فكرة عزين جمع عزة، زي عيضين جمع عضة. ليش قلت زي؟ لأنه سبق شرحناها، الذين جعلوا القرآن عيضين، عضة، وبينا إيش يعني عيضين، شو علاقتها بالعضو، شو هو العضو، وكيف يعني جعلوا القرآن عيضين، موجود الدرس، بس عشان الآن نسيتوا أنتم من سنين بجوز. إذن عيضين، عضة، وإيش هي التعضية؟ وعيضين هون عزين، وإلها علاقة على فكرة تعزية، حتى لما بيعزوا الناس بيروحوا بيعزوه، بس هل التعزية اللي هي في حالة الموت وبيعزوه، هل هي من عزوة ولا من عزية؟ بس هون احنا بالدرجة الأولى من عزوة، هون اللي هو الانتساب. بدناش نخوض الآن في التعزية، مع أنه فيها كأنه التعزية على فكرة فيها كمان، فيها نسبة الإنسان، بدك تنسبه للصبر أو بدك تشاركه، فبتيجي معاه في مجلس العزاء، وتظهر أنك تتألم كما يتألم، ويعني تتقرب له وتنتسب لما ينتسب إله في الوقت، أو ينتسب إلى، بتحدثه مشان ينتسب إلى الصبر. ممكن أقول إن هي بس غالبا يائية من عزاء.